لو الحكاية فيها إن فيديو كان في خطة لإسرائيل إنه فلسطين تتقسم على إنها سجون كبيرة، إن الضفة يتم إغلاق كل المنافذ ليها، 48 يتم كل إغلاق المنافذ، غزة نفس الطريقة، بالتالي الشباب أو الجيل اللي طالع جديد أو حتى الجيل الأكبر مننا بشوية كله يوصل لحالة زهق ملل فيهاجر فيسيب الأرض. هو فكرة الهجرة هي الأروج يعني بين الشباب حاليا، بس أنا يعني أعتقد إن الفكرة دي حققت مطالبها لو أنت بتتكلم عن أغراض الهجرة، لأنه بمعظم الشباب كل بيفكر في الهجرة بلا هم يعني هو الموضوع ده اتعمل علشان تثبت فكرة الهجرة في عقول الشباب يعني، بس هو حققت مطالبها. موضوع إنه الفلسطينيين يهاجروا ده شيء يعني مستحيل، لانه محكوم بحركه الفلسطيني، ما هيسافر عن طريق عن مصر فهو ممنوع. ففي يعني السلطه الفلسطينيه من خلال علاقتها مع الدول العربيه حاكمه الموضوع ده بشكل جدي، فلو ما بعتقد انه الرقم كبير عشان الناس بهجره، الناس بتفكر في الهجره بس تحت كل ظرف الموضوع محكوم جدا يعني، ما بيصير مش مفتوح. لكن اذا انت مثلا تطلع وتسيب غزه وصديقك كمان بيسيبها واصدقائك التانيين بيسيبوها شويه شويه وهتفضل بعد، لانه الجيل الكبير هيموت. لا، في جيل جديد. ما انت بتتكلمي بالنسبه للناس اللي بتطلع يعني رقم لا يذكر خالص يعني، بتتكلمي ما اعتقدش العدد الناس اللي بتهاجر ناس كبير، وما فيش دول كتيرة بتستوعب يعني صار في مشاكل في موضوع إقامة الفلسطينيين وحق اللجوء سواء في السويد حاليا بسبب إنه تشبعت الدول، فكل سنة كل بلد عدد محدد، فالسوريين وقفوا موضوع الهجرة أعتقد، وفي نفس الوقت مش الناس بتقدر تهاجر، بس الناس مش قادرة تهاجر، ما فيش أي منفذ أو أي طريقة إن الناس تهاجر. وقت ما كان في هجرة عن طريق البحر تم تصريح الموضوع وخطورة الموضوع وتم توعية الناس كلها على خطورة الموضوع. السوريين نفسه الفلسطينيين حق مش موضوع منافسة، هو يعني مش شيء أو إيه خلاص ما بقاش فيه اتساق. أنا يعني حسب الناس اللي أنا أصدقائي اللي بوصل السوري لغاية الوقت ما أخدوش إقامة، فالصعوبات صارت كتيرة يعني. لو إسرائيل بتساهم في التهويل في بلاد تانية بتساهم في عدم قصدي لو إسرائيل بتساهم في فرض تهجير الشباب، فهي ما بتعملش كده بالضفة اصلا، ده غزة ده موضوع تاني، فما اعتقدش ان المشروع ده له علاقة باسرائيل. مش كده المسه بشكل جدي انه هو له علاقة باسرائيل قد ما هو له علاقة بنظام الحكم اللي في غزة. لما انا بدي هاجر او شاب صاحبي بدي هاجر، هو بدي هاجر لعدم توفر فرص امن، لعدم مش قادر يحكي صوته، انه مش قادر يوصل، عشان هيك بهاجر فلسطين. فانا ما اخدش اسرائيل الشماعه اللي انا بعلق عليها كل اخطاء يعني. مين اللي سافر عشان خاطر وجود ما اسرائيل؟ احنا دائما في حاله صراع مع اسرائيل بالحرب بالحصار، وما فيش حدا بفكر في الهجره، بس هو بفكر في الهجره من جديد بسبب انه فاض فيه من النظام الحكم الموجود سواء في الضفه او في غزه. فانا اتصور يعني ممكن يسافروا الأردن، ممكن يسافروا الأردن، بيسافروا بشكل يومي، ممكن يسافروا في أي بلد، وفي فلسطين من ضفر معهم جواز يعني بيحملوا جواز أردني لمدة سنتين إشي زي. طيب يعني الضفة تهجرهم أسهل من قطاع غزة، ما بيهجروش هم بيسافروا بيرجعوا يعني، مش تهجير بشكل كامل. لا، لأنه أوريدي الشعب الأردني أكبر في يعني أكبر نسبة من الفلسطينيين موجودة من الشعب الأردني، موجودة في الأردن. طيب. وبعدين لو موضوع الهجرة موجود يعني في حالات توعية بتصير سريعة جدا بين الشعب بالشعب يعني الفلسطيني بشكل عفو وبيقضى على الحالة هذه يعني. الناس كانت من شهر بتتكلم عن الهجرة بشكل يعني من شهر شهر ونص كان موضوع الهجرة هو المسيطر، بس الحين الموضوع اتنسى. ليه اتنسى؟ في تحكم يعني الفلسطينيين بعد بطبيعة الحال لما يشوفوا الموضوع أبعاده من ناحية تانية، الناس تتكلم عنه، الصحفيين الإعلام يتكلم عنه، بيتأثروا بالموضوع بشكل كبير، خصوصا لأنه في أغلب الفلسطينيين عندهم الموجودين حاليا هم مش ما بدهم يهاجروا، بس الموضوع الشباب
مجرد انا ممكن اعتبرها زي حلقه موضه الناس بتهاجر وبعدين بس. طيب شايف ان الشعب الفلسطيني شعب مثقف؟ هو من اكثر الشعوب المثقفه على مستوى العالم العربي. هل انت لامس ده على الارض؟ هو شعب مثقف بس بنفس الوقت متعصب حزبيا. يعني انا لما ببعد صراحه لما ببعد فلسطين بلاقي مواضيع ثقافيه كتير جدا اتكلم فيها، بلاقي شباب من مختلفه الافكار بيتناولوها. شعب يعني اغلب الشعب اللي انا هو انا ما اقدرش احكم على الشعب كله لانه انا كل اصحابي قراء، كل اصحابي يعني اغلبهم متعمقين في العالم، فمش عارف هل هو كل غزه هيك او لا. ف يعني واضح انه انا بنظرتي دائما بتكون مشكوك فيها لانه الوسط اللي حواليا بيكون هو يعني يدعو للتفاؤل بشكل كبير. يعني اكاد اكون انا اقرا واحد يعني في غزه كان يعني ممكن اكون انا اقل واحد بيقرا مقارنه مع اصدقائي. تمام. طيب انا الفئه المثقفه ما زالت قاعده في غزه؟ موجوده الفئه المثقفه وبتتكلم وصوتها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي صوتها كبير رغم كل حاجه، بس في نفس الوقت ما فيش سواء فتح او حماس، ما فيش اي تواصل ما بين الفئه هذه والاحزاب السياسيه. هو مجرد شخص بيقدرش يعبر على الانترنت او على المدونه تبعته. في اشخاص معينه في بالك لو ترشحتها هتنتخبها؟ اسماء معينه؟ والله اعتقد ان انا اللي في بالي ما اعتقدش ممكن يترشحوا اصلا في الظرف الحالي الا ضمن احزاب سياسيه، بس انا اي شخص هشوفه حقرا عنه هسال عنه بمنتهى، بس ما في عندي اي اسماء محايده. لو ما فيش حد يرضي يكون حد مش هتنتخب خالص؟ لا هنتخب الاقرب لعقليتي. مين يعني مثلا اذا فتح وحماس بس هم اللي دخلوا؟ اعتقد هنتخب حركه فتح. هي الأقدر على إدارة فلسطين؟ لا مش الأقدر، حركة فتح يعني تنظيم بيضم كل الفئات الثانية، يعني سواء في إسلاميين في حركة فتح، في ليبراليين، في كافة الأشياء يعني كافة التوجهات الفكرية في حركة فتح. في أبناء حركة فتح هم الأشبال أو الأبناء فيها خرجوا عن حكم أبو مازن، يعني هم طبيعة الحال أبو مازن يعني هو مش الكل بيتفق معاه لدرجة أنه أصلا في قيادات فتح كبيرة زي محمد دحلان خرج عن صار في خصام سياسي بين محمد دحلان وأبو مازن وقيادات كتير في فتح، فالانشقاقات في حركة فتح واردة جدا من زمان، مش على زمن أبو مازن بس، كمان على زمن ياسر عرفات كان في انشقاقات في حركة فتح، بس حركة فتح هي تنظيم يعني طبيعي وجود الانشقاقات فيه لأنه تنظيم مفتوح على أفكار كتيرة تانية، في ناس من كل الطوائف طبيعي تختلف، طبيعي ما توافقش، طبيعي تطلع، بس بضل فتح ومنظمة التحرير هي الحاضنة لكافة الأفكار والتنظيمات، فأعتقد هي ممكن الأقرب لاستيعاب حركة الشعب الفلسطيني من التنظيمات التانية. هل شايفه ظلم اصلا منظمة فتح لما اعلن ان هي تتجه للنظام السياسي او الفكر السياسي مجرد من حمل السلاح؟ انا ما اعتقد انه ابو مازن ما اعتقد انه اذنب لانه اي شخص تاني ابو عمار ما اعتقد انه اذنب في القضيه هذه، اي شخص تحت الظروف اللي كان فيها ابو عمار كان بيتخذ، والقرار ابو عمار في اللحظه هذيك ما كانش شخص قرار طالع من نفسه ان هو يتحمل مسؤوليته، كان في دول عربيه تفرض عليه زي هيك، الفلسطينيين كانوا في لبنان طلعوا من لبنان وبعدين طلعوا من الاردن، فهو يعني دول الجوار كلها تقدر تقول رحلت منها المقاومه الفلسطينيه، فهو حيحارب، مش معقول حيحارب اسرائيل من تونس يعني، فالقرار ما كانش ليه، فهو فاضت فيه، فكان بيقرب اقرب الحلول بالنسبه له كان دخول في البرامج هذه، لانه ما هو ما يقدرش يحارب كل الدول مره واحده، ما فيش ثقه لانه ما فيش توازن قوى، انا اذا ما فيش توازن قوى مش راح اضحي بكل الشعب عشان موضوعها،
ووقتها لو ما حصلش كان لو ضحوا بالشعب الفلسطيني عادي كان ممكن موجة وانتهت وانتهى الشعب الفلسطيني كليا يعني.